يعيش العمر متعوب صابر صبر أيوب. العمر محسوب كتب كلماتها عبد الحميد الشائف. جميل أن يكون لك قلب شاعر، أما الأجمل أن يكون لك قلب شاعر وصوفي في آن. الشاعر المتصوف عبد الحميد الشائف حمل هذا القلب منذ ولادته في العام 1947 إلى أن وافاه الأجل في 15 من يونيو 2017. ولد الشاعر الشائف في قرية الحريم بمديرية حيفان التابعة لمدينة تعز، ولعل هذا السبب هو سر تصاعد رائحة سنابل القرى ووهج روح الناس البسطاء وحنين المآذن من قصائده. درس الأديب والشيخ المتصوف القرآن الكريم في قريته، ثم انتقل إلى مدينة عدن فالتحق بمدرسة بازرعة ثم في المعهد الإسلامي في نفس المدينة. وأثناء تواجده في عدن انضم إلى الثوار المناهضين للتواجد البريطاني في جنوب اليمن، وعقب قيام الثورة الجمهورية التي أطاحت بالنظام الملكي التحق بالحرس الوطني ثم بالكلية الحربية بصنعاء، وتخرج في العام 1965. هو شاعر فقيه وعسكري، تنوع عمله بين الأمن الحربي والتدريب المهني والأمن الوطني في صنعاء. ولأن رئة الشاعر تأبى تنفس غير هواء الحرية، عاد بعدها إلى عدن ليشارك في بعض جبهات القتال ضد الاحتلال البريطاني تحت لواء جبهة التحرير. اعتقل على إثرها من قبل الاحتلال البريطاني وتعرض للتعذيب خلال فترة سجنه. أحبابنا هو امتداد لسلفه الشاعر المتصوف الكبير أحمد بن علوان، وقد عمل على طباعة عدد من كتبه وسافر من أجل ذلك إلى الهند. من أشهر قصائده الغزلية والصوفية قصيدة صبر أيوب، التي امتزجت كلماتها السلسة بصوت الفنان أيوب طارش العذب، كما تمتزج مواويل الحصاد في فم الراعيات بعطر الربيع المتصاعد من أعشاب الحقول. بعض النوب تعطي بعض النوب تحبس. لهذه القصيدة المغناة قصتها، فالشاعر لم يرزق بأبناء بعد مرور أعوام من زواجه، وكون الشاعر يحمل قلب صوفي رقيق يرفق بالقوارير ويخشى عليها أن تنكسر، لم يرد جرح زوجته وكتب هذه القصيدة، حيث شبهها بالنحلة قائلا: إن بعض النحل تعطي وبعضها تحبس العسل، راضيا بذلك بقضائه وقدره. غنى له أيوب طارش أيضا عددا من قصائده الصوفية من ديوانه صبر أيوب، كما غنى له الفنان عبد الباسط عبسي عددا من القصائد الشعبية من ديوانه الشعري كيف لو ما شبكيش. وصدر للشائف عدد من المؤلفات الفكرية والأدبية، أبرزها رسالة التوبة في الطريق إلى الله، والكف والفراسة، والحاسة السادسة، وعدد من الدواوين الشعرية. هذا القلب متعوب صابر صبر أيوب صابر.